السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية إيكول شاذلي. اليوم سنرى الصفحة 14 من كتاب لو نوفيل اسباس ديال الرابع ابتدائي الفرنسية. عندنا ان تكست ليكتور عنوانه البراك، يعني قطار البراق. لونيتي 1، الوحدة الأولى، الأسبوع الثاني، سمان 2. قرأوا ونشرحوا، من بعد نديروا قراءة عادية ومن بعد نديروا قراءة تهجئية للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. البراك. Le 15 novembre 2018, Sa Majesté le roi Mohamed VI a inauguré le train à grande vitesse Al-Burak. Ce TGV est le premier en Afrique. Le 15 novembre 2018, Sa Majesté Sahib al-Jalala, le roi al-Malik Mohamed VI, Mohamed VI a inauguré le train قطار à grande vitesse. فائق السرعة، grande vitesse، سميتو البراق، قطار فائق السرعة البراق. Ce TGV، يعني TGV، يعني اختصار لي train à grande vitesse. Et le premier en Afrique، هو الأول في إفريقيا. Il relie en 2 heures et 10 minutes، يربط في ظرف ساعتين وعشر دقائق، 10 minutes، au lieu de 4 heures 45 minutes. عوض 4 سوايع و 45 دقيقة طونجي كازابلانكا، يعني القطارات العادية كانت كدير 4 سوايع و 45 دقيقة ما بين طنجة وكازا، طنجة والدار البيضاء. دابا البورا كيديرها تقريبا ساعتين و 10 دقائق، يعني قل من نصف الوقت اللي كان كيدير، اقل من نصف الوقت اللي كانوا كيديروا القطارات العادية. يعني بحال الناس غادي يربحوا تقريبا جوج سوايع ونص ديال اللي كانت كيدار الروطار في القطارات العادية. ياك 26 train، 26 قطار، assure les voyages à bord d'Albora، يضمنون السفر ولا رحلات البراق، رحلات هذا القطار الفائق السرعة. ياك لي زوغير، يعني مواقيت ديال القطار، لي زوغير سون كونفينابلمون بروغرامي، هم يعني مبرمجون بروغرامي بشكل مناسب. اش كتعني بشكل مناسب؟ يعني مثلا ما كاينش، كاين التوقيت ديال اللي كيبغي يسافر في الصباح، اللي كيبغي يسافر في العشيه، كيبغي يسافر في الليل، يعني التوقيت ديالها مناسب للجميع. اي بيان ريسبكتي، بيان ريسبكتي يعني التوقيت يحترم. مثلا ماشي انت عندك التران مع 8 والتران يجي حتى 8:45 دقيقه ولا 8:30، يعني كيحترموا التوقيت، يعني لا دار الروطار دقيقه او دقيقتين ما يمكنش يفوتها. لي بري دي بيي، يعني اثمنه التذاكر فاري، يعني تختلف حسب سولون لا كلاس شوازي، حسب الدرجه المختاره. شنو هي الدرجه المختاره؟ يعني مثلا اخترتي لا بروميير كلاس، كيكون فيها لو كونفور زايد، كيكون فيها داكشي كليماتيزي، كيكون فيها دوك الفوتويات مريحين بزاف، يعني كيكون غاليه شويه على الدرجه العاديه. هذه كتختلف فيها الثمن. وبالنسبه لا دات داشا، يعني مثلا شريتي البيي بنهار قبل ولا يومين قبل، ماشي بحال شريتي فاش غادي جيتي ومشيتي للمحطه تقطع، يعني كيختلف، ممكن تشريه من قبل كيكون ارخص. عاود ثاني لا دات اي لور دو فواياج، هذه لا دات داشا، يعني فوق شريتي البيي. لا دات اي لور دو فواياج، هذه على حساب الاوقات ديال الديروه، كيكون غالي الدرهم، فهمت؟ باش حدا من المسافرين العاديين مابقاش تهرب من ديك الوقت اللي كيكون فيه الزحام بزاف، حدا السبت والحد وداكشي كيكون عليه الزحام، اذا كيكون غالي. هذه هي اوقات ديال الوقت، التوقيت والتاريخ. مثلا التاريخ يعني يوم السبت والاحد، كيختلف على الايام العاديه. والتوقيت يعني مثلا بالليل، ماشي هو بالنهار، ماشي، يعني كيختلف التوقيت ديال هذا. وايضا الاثمنه ثاني كتختلف على حسب لاج دو فواياجور، مثلا الكبار ماشي لي زادولت، ماشي هما الصغار لي زونفون، يعني الاطفال كيخلصوا غير نص التيكي، نص الثمن اللي كيخلصوه الكبار.
نعاودو النص. البراك لو 15 نوفمبر 2018 سا ماجستي لو روا محمد VI a inauguré le train à grande vitesse Al Borak. Ce TGV est le premier en Afrique. Il relie en 2h10 minutes au lieu de 4h45 minutes Tanger à Casablanca. 26 trains assurent les voyages à bord d'Al Borak. Les horaires sont convenablement programmés et bien respectés. Les prix des billets varient selon la classe choisie, la date d'achat, la date et l'heure du voyage, l'âge du voyageur, etc. الان دابا نقراو قراءه تهجئيه بالنسبه للناس اللي عندهم صعوبه في القراءه وكاين واحد التقنيه حاولوا تتابعوها معايا انا نبقى نتقل ما بين الكلمه والكلمه ولكن نتوما قراو قبل مني باش من دير شي خطا في هذاك تصحح معايا من كل كنقرا انا تصحح معايا باش كتبقى راسخ حالك في الذاكره اذا مثلا انا بحال دابا هنا حطيت ديال تقول انت لو من بعد نقولها انا لو مثلا هنا تقدر تقول انت 16 انا تسمعني قلت 15 تصحح راسك مثلا تقدر تقول هنا نوفمبر تسمعني موراها قلت لك نوفمبر يعني تصلحها ديما حاول تقرا قبل مني نعاودو لو 15 نوفمبر 2018 سا ماجستي لو روا محمد 6 ا inauguré le train à grande vitesse Al Borak. Ce TGV est le premier en Afrique. Il relie en 2h10 minutes au lieu de 4h45 minutes Tanger à Casablanca. 26 trains assure les voyages à bord d'Al Borak. Les horaires sont convenablement programmés et bien respecté. Les prix des billets varient selon la classe choisie, la date d'achat, la date et l'heure du voyage, l'âge du voyageur. الان نمروا الاسئله حاول نخرجوا نشوفوا الاسئله شنو كتقول. J'observe et je découvre. لاحظوا اكتشف شنو نطلب منا. قال لك كو ريبريزونت لا فوتو شنو كتمثل لنا الصوره اللي كتشوفوا قدامكم كتمثل لنا لينوغوراسيون تدشين ديال البوراق دو تي جي في البوراق شكون اللي دشنو سا ماجيستي لو روا Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron. Sur Altani, quel est le titre du texte? Le titre du texte, c'est Al-Borak. Al-Borak. Dawa Anwan Anmas.
قالك دابخي لو تيتر اي لا فوتو بحسب الصورة والسمية ديال النص. كو ليغاتون اش غنقراو دون سو تيك، اش غنقراو في هذا النص هذا اللي شفنا؟ اتون افي يعني في رأيك. اون فا ليغ اون فا باغلي او بيان ليغ دو تي جي في، نهضرو على تي جي في تخان ا غروند فيتيس. اون باس ا je lis et je comprends et je prononce bien. أقرأ بشكل جيد. نشوف الكلمات اللي خصنا نقراهم بشكل جيد بدون أخطاء. كازابلانكا كازابلانكا، هاد السكت تقرأ كا كازابلانكا. convenablement convenablement. respecter respecter. 26 trains 26 trains. Je lis et je comprends. Aqra wa afham. Quand ya meta foukage. Quand sa majesté le roi Mohammed VI a-t-il inauguré le TGV? Meta dashana al malik Mohammed VI sahib jalala القطار الفائق السرعة البراق. التاريخ هو لو 15 نوفمبر. هذا هو التاريخ ديال التسجيل. هنا قال لك كيلي لو نون دو سو تران. لو نون دو سو تران سي لو تي جي في. جي في تران تران ا غروند فيتيس. البراك البراك البراق مأخوذ. هذا البراق راه مأخوذ من ديك بغينا نقولوا داك اللي ركبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. ركب على واحد الحصان اللي عنده أجنحة اللي في رحلة الإسراء والمعراج. ثلاثة، كيل فيل دو ماروك البوراك رولي تيل. شناهي المدن المغربية اللي كيربط بيناتها البوراك؟ البوراك كيدوز عندو جوج محطات، كيدوز من كيمشي من الدار البيضاء لطنجة، من طنجة للدار البيضاء، وكيوقف بيناتهم في محطة الرباط ومحطة القنيطرة فقط. إذا كيل فيل دو ماروك البوراك رولي تيل، المدن الطرفانية كاع لي فليكس تريميتي اللي كيربط بيناتهم هي طنجة ا كازابلانكا. Angers à Casablanca. Tanger d'Arbeda. Et en quelle durée, yani ouf chal diel le wakt ki rbat binatum, en, adgoul, en, deux heures, du, minute, fsaati, non, chra diel tqaq. Wakh, rabi'an, chouch nom plob nof rabi'an, gel kassidi. Comment les horaires du TGV sont-ils? كيف هم مواقيت ديال TGV ديال ils sont نقولوا يعني المواقيت ils sont نقولوا بشكل مناسب انهم بروغرامين مبرمجين convenablement programmés. مواقيت مبرمجة بشكل جيد. اي لا بغيتي تزيد اي بيان ريسبكتي تاهي نزيدوها اي بيان ريسبكتي يعني ما كيكونش داك تعطال بزاف وضيع الوقت والتران داير معاك مع السبعة وكيجي حتى الثمانية يعني كيحترموا التوقيت. ياك دابخي لو تيكست بحسب النص كومون لي بري دي بيي دو تي جي في فاري تيل. كيفاش هاد التأمينة ديال التذاكر علاش كيختلفوا من واخا مثلا غنمشيو من الدار البيضاء لطنجة ولكن التأمينة كتختلف. كتقول له بأنها كتختلف سولون لا كلاس شوازي يعني الدرجة واش الدرجة الواعرة ولا الدرجة المتوسطة ولا العادية. سولون لا كلاس لا كلاس هي الدرجة ماشي القسم. لا كلاس ما كتمشي للمحطة القطار وكتقول كتسمع
الدرجة الأولى موجودة إما في مقدمة القطار ولا في مؤخرة القطار، وكتلقى دي كومبارتيمون مكتوب فيهم واحد وواحدين مكتوب فيهم جوج، يعني هادو حساب الدرجة الأولى وهادو حساب الدرجة الثانية. إذا سيلون لا كلاس هتقول لا دات لور لور دي فواياج، وقت السفر يعني الليل ماشي هو النهار، وقت ديال اللي كيكون فيه البشر بزاف ماشي هو وقت اللي الدنيا هانية. ولاج يعني مثلا كبير ماشي كيخلص بحاله بحال الصغير، لاج دي فواياجور واضح. وعلى العموم أثمنة البوراق هي أثمنة مناسبة جدا. قالك كومون تخوف تو البوراك؟ جو لو تخوف مانيفيك. كيفاش كيجيك البوراق؟ كيعجبني، كيجيني رائع، مانيفيك. بوركوا إلي رابيد؟ كار إلي يعني البوراق رابيد، سريع، اي كونفورتابل، ومريح. هذا هو السبب ديال كل شيء كيبغي البوراق، على هاد السببين، السرعة والراحة. قالك سي دوطخ غون بروجي رياليزي دون نوتخ بيي، أكبر المشاريع اللي دارو في المغرب هو لي ريزو دوتوغوت، الشبكة ديال طرق السيارة، دوتو غوت، اي لو بور طونجي ميد، اكبر ميناء اللي كاين في افريقيا، طونجي ميد اللي كاين في طنجة. وكاين مجموعة من المشاريع اللي دارت مؤخرا، بحال داك المشروع ديال النور ديال الطاقة الشمسية اللي كاين في ورزازات، يعني كاين مجموعة من المشاريع. انتهى. ندوزو دابا فقط نشوفو داكشي ديال الخط اللي كاين في الصفحة 15، نعطيكم غير توجيهات ومن بعد تكملو راسكم طبيعة الحال. الصفحة 15 فيها ديكريتور كوبي، فيها الكتابة والنقل، مستمرا في يونيتي 1 سيمين 2 الأسبوع الثاني، وغنكتبو الحرفين جي مينيسكيل، جي صغيرة والجي ماجيسكيل، هادو بجوج كتابة ديال الدفتر. وشوفوا الطريقة هنا علاش داير لك هاد الخطوط ديال الدفتر عندك، باش ما تقولش حكارة ما جاتنيش بحال بحال ولا هادي ولا هادي، داير لك نفس الخطوط، باش مثلا الا طلعتي جوج شرطات يقول لك الاستاذ وهنا شتي جوج شرطات، هنا شتي شرطة واحدة، وهنا كيقول لك النقطة شوف فين كاينة، هنا شوف شحال هابطة هابطة جوج شرطات، يعني ما عندكش السبة. كيحطوا لك هاد الكارويات ديال الدفتر وقد داكشي اللي بحال دابا تحط دفترك غتحطو هنا، غيجي قد هادي قد داكشي اللي عندك، باش ما عندكش السبة كاع عمر ما عندك فين تتهرب. هنا جي جي كبيرة، وهنا جمال، عاد نقولها تاني هنا وهنا وهنا، هنا تاني عندنا النقل ديال هاد الجملة هادي، وتاني ماشي عاد خارج من راسك، شوف الجي فين طالعة ثلاثة الشرطات، تاني هنا يقول لك طلعها ثلاثة الشرطات، فتل هاد الفتلة هادي، يعني كيقول لك النقل يعني تجيب داك الشيء اللي مكتوب تحطه كيما هو، طالع شرطة طلع شرطة طالع جوج طلع جوج، كتبقى أنك ما تجيبهاش بحال هكا، ولكن خصك تضابط مثلا هاد أ ما تجيبهاش كيما هي، غنجيبها معولها شويه لان يدي باقي ما كنتحكمش فيها مزيان، ولكن الا درتي هنايا طالعه ثلاثه الشرطات يقول لك راك مكلخ، راك ما كتبعش داك الشيء اللي هنا، قال لك شرطه دير شرطه واخا تجيبها معوجه، فهمت؟ هاد الشرطه هذه راه كاينه في ما بين الشرطه الثانيه والثالثه، ديرها تما تحترم قواعديه، تقدر انك تكون الخط ديالك معوج، ولكن خصك يكون محترم الضوابط اللي عاطينك هنايا. ندوزو البروجي دو كلاس نشرحوه، مشروع القسم. قالك جو شيرش، ابحث افيك مي كاماراد مع الزملاء ديالي دي دوكيومون وثائق سور لا سيفيليزاسيون ماروكين، على الحضاره المغربيه. هذه متابعه ديال مشروع القسم اللي كاين في هذه الوحده كما شفنا في الاول، والاستاذ كيتبع معكم كل حصه، كيتبع معكم فين وصلتوا واش كلشي مشارك ولا كاين اللي كيتفلى، وكاين مجموعه من الامور اللي كيقول لكم شنو دير، كيعطيكم توجيهات ومجموعه من الامور الاخرى. إذن انتهى، إلى اللقاء.